السلام عليكم. اليوم حبيت نتكلم على مسألة الجيش والعلاقة تاع المؤسسة العسكرية بالدولة، مفهوم مدنية مش عسكرية، عسكرية مش مدنية، وكذلك التأثيرات نتاع العلاقة نتاع الجيش مع في ظل التطورات التي حصلت في المنطقة، وكذلك السياسة نتاع تطوير الجيوش في الجزائر وفي العالم. ونبدأ في النقطة الأولى، وهي طبيعة الجيش الجزائري وعقيدة الجيش الجزائري، حيث أن الجيش الجزائري يعتبر سليل لجيش التحرير، والجيش الجزائري يستمد شرعيته من شرعية الكفاح المسلح والتحرير نتاع الوطن. إذن هذه أولا. ثم النقطة الثانية هي أن الجيش الجزائري، هذه أقولها لجيراننا في الغرب والشرق والجنوب وإلى كل العالم، أن الجيش الجزائري بحكم أن الجزائر تحت المرتبة الرابعة عشر في المساحة في العالم، فإذن من حق الجزائر أن تحتل المرتبة الرابعة عشر من ناحية الجيش، القوة نتاع الجيش الجزائري، وهذا لازم، هذه أقل ما يقام هنا فيما يتعلق بميزانية الجيش الجزائري والقوة نتاع الجيش الجزائري. أقل ما يقام به هو أن يكون الجيش الجزائري يحتل المرتبة الرابعة عشر في العالم، هذا أمر طبيعي لأن المساحة متاع الجزائر هي في المرتبة الرابعة عشر عالميا، فإذا هذا من الطبيعي. علاش؟ لأن الجيش، المهمة متاع الجيش وشنها؟ هي الدفاع، الدفاع عن الوطن. والوطن وشنو الوطن؟ مش الوطن، ما راهيش فكرة مجردة ولا فلسفة، ولا الوطن هو مساحة، هو الأرض، والمساحة هو التيريتوار. فإذا الجيش لازم يكون قادر على الدفاع على هذا التيريتوار. إذا كان التيريتوار كبير لازم يكون جيش كبير، لازم تكون كاينة يعني الجيش لازم تكون عنده قدرة للتدخل في أي مكان في التريتوار ناسيونال. إذن إلا عندنا دولة كبيرة لازم علينا أن تكون لدينا جيش كبير، هذا أمر طبيعي. إحنا ما عندناش يعني عدوانية تجاه أي شخص، أي واحد. العقيدة نتاع الجيش الجزائري دفاعية، الجيش الجزائري ليس موجه لأي جهة كان، لكن لابد علينا أن ندافع على حدودنا، ولابد على الجيش أن تكون عنده قوة على الانتشار على الحدود الشاسعة نتاع الوطن، أمر طبيعي هذا. وثانيا أن الجزائر، إذا كانت الجزائر هي أكبر دولة في إفريقيا من ناحية المساحة، فمن الطبيعي أن الجيش الجزائري يكون من أكبر جيش في إفريقيا، أمر طبيعي. شاهدوا أن بعض الدول في العالم اللي كانت عندها مساحة شاسعة كبيرة، دولة كبيرة، لكن عندها جيش ضعيف لا يتناسب مع المساحة، وش صرا لها هذيك الدول؟ وش صرا لها؟ وأخص بالذكر يعني دولة مثل السودان اللي كانت عندها مساحة كبيرة والجيش ضعيف، وش صرا لها؟ ناخذ مثال آخر، ليبيا، مساحة كبيرة والجيش ضعيف، وش صرا لها؟
وخاصة الجزائر في الوقت الراهن تكال بسبب مواقفها تجاه حق الشعوب في تقرير مصيرها في فلسطين والصحراء الغربية. وكاين الجيش الجزائري عنده زوج مزايا مهمين جدا لا تجدهم في أغلب جيوش العالم. المزية الأولى هو أن الجيش الجزائري كونه سليل جيش التحرير، كل الضباط الذين أسسوا الجيش الجزائري هم كانوا مجاهدين شاركوا في حرب التحرير ضد الجيش الفرنسي، فإذا عندهم هذه الروح القتالية. جيش لديه هذه الروح القتالية مغروسة في الضباط الأولين نتاع الجيش، واللي وصلوها للجنود والأعضاء نتاع الجيش نتاعنا حاليا. إذا هذا الجيش الجزائري يكتسب الروح القتالية هذه من واقع ثورة التحرير. هذه مزايا لا توجد في كثير من الجيوش العالم، كلهم جيوش عندهم نظريات في الحرب لكن ليست لديهم هذه الروح القتالية اللي اكتسبناها. يعني الجيش الجزائري اكتسبها من الضباط الأولين اللي كانوا أسسوا الجيش في الستينات والسبعينات والثمانينات. المزية الثانية نتاع الجيش الجزائري كون أن مساحة البلد كبيرة جدا، فتسمح للقيام بالمناورات على نطاق واسع من حيث تحميل المعدات وتحميل الجنود وإنشاء الجسور الجوية على مسافات 2000-3000 كيلومتر داخل التراب الوطني، وبعد كبر المساحة نتاع المناورات والتدريبات. هذه تساعد على جاهزية الجيش الجزائري. فإذا ما يغلطكم حتى واحد، قوة الجيش الجزائري هي قوة الجزائر، وأن قوة الشعوب وقوة الدول بقوة جيوشها. ما يغلطكم حتى واحد، كل الخرائط في العالم، كل الحدود في العالم تكتب بحد الجيوش، بحد السيف. ما يغلطك حتى بنادم، ما فيها لا ديمقراطية لا هم يحزنون. نشوفوا أمثلة كثيرة، ناخذ الأمثلة اللي تكلم عليها الناس كامل. نحكموا مثلا، نقارن أمريكا ما كان حتى حاجة، ما كان حتى قانون يمر بدون موافقة البنتاغون. كل القضايا المصيرية، كل الأمور السياسية تمر على البنتاغون. احنا في الجزائر ما عندناش مجلس عسكري كما البنتاغون، وكل الجيوش في العالم تتحكموا في السياسة في الخفاء، قوانين تمر على الأنظمة العسكرية. وعلى في قضية الديمقراطية، شوفوا فرنسا، هل فرنسا فيها ديمقراطية؟ هل أمريكا فيها ديمقراطية؟ فيها حقوق مواطنين لكن بينهم، مش مع هما كي يلحقوا السياسة الخارجية وحق الشعوب في الحرية، ما همش ديمقراطيين. كي نشوفوا النزاعات في البلدان المسلمة، خاصة في آسيا وفي إفريقيا، واستغلال الشعوب في أفريقيا السوداء، وقوانين الجائرة تاع
البنوك والأنظمة تاع الاستبدادية تاع المنظمات العالمية والقوانين تاع التجارة، هل فيه ديمقراطية؟ إذن وش من الديمقراطية هذه؟ هذه مش ديمقراطية. الآن العالم أصبح البقاء للأقوى، فإذا نريدها إحنا في الجزائر جيش قوي، وثانيا أن الجيش هو ضمان الوحدة الوطنية، هو البوتقة التي يتصب فيها كل أبناء الشعب الجزائري، التي تضم كل سواعد الجزائريين. الجيش هو الهيئة التي توحد كل الجزائريين، وهي الضمان للوحدة الوطنية. من يريد إضعاف الجيش؟ من له فائدة في إضعاف الجيش؟ إلا العدو. أنا نشوف مثلا ناس يقول لك دولة بوليسية وكثرة أنا أريد شرطي في كل مفترق طرق، 3 4 شرطة. المشكل ماهوش في كثرة الوجود الزي العسكري ولا الأمني، المشكلة في العدالة والحقرة. لازم نحارب بالحقرة، هذا مكان، مش قضية وجود برجات ووجود، لا، هذاك يعطيك أمان، يعطيك أمان. أنا شفتها في إنجلترا مثلا، في إنجلترا في كل دورة تلقى زوج بوليسية، في كل زوج مترات تلقى كاين بوليسية أكثر من السيفيل. في ألمانيا الشرطة والعسكر أكثر من السيفيل، لكن ما تحش في الثقل تاعهم، ما كاش ثقل، ما تحش أنهم يهددوا الأمن، بالعكس. وهذا اللي راح حاصل في الجزائر، ما فيش يعني ضغط أو حجرة نتاع الجيش أو الأجهزة الأمنية. إذن تحية الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا بالأبرار، والسلام عليكم.